ينضم إلينا من صنعاء المبعوث الأممي لليمن السيد جمال بن عمر، أهلا وسهلا بك. وأيضا معي هنا بالاستوديو الدكتور محمد جميح الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، وكذلك هنا أيضا في الاستوديو السيد صالح الجبواني رئيس تحرير موقع أجراس أونلاين، أهلا وسهلا بكما. من السيد جمال بن عمر سأبدأ من هذه الزيارة. سيد جمال بن عمر، يعني حديثك كان واضحا فور أن وصلت إلى اليمن في حديث مقتضب للصحفيين عن المهمة التي أنت في اليمن لتنفيذها، القيام على المرحلة الثانية وإتمام بنود المبادرة الخليجية. هل تعتبر أن المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية نجحت في اليمن، بالتالي هذا الوقت قد حان لتنفيذ البنود الأخرى؟ الانتقال الأولى انتهت بانتخاب الرئيس الجديد الرئيس أطربو منصور هادي، وبمشاركة واسعة يعني من طرف الشعب اليمني وبالخصوص الشباب. بدأت المرحلة الانتقالية الثانية، ومن أهم هذه مهام هذه المرحلة وهي الإعداد وعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لأنه هذه مناسبة تاريخية بالنسبة لجميع اليمنيين لحل عدد من القضايا ذات الطابع الوطني، منها القضية الجنوبية، منها قضية صعدة، وكذلك الاتفاق على دستور جديد. وكان المتفق عليه منذ البداية، وهذا اللي هو يميز اتفاق نقل السلطة اللي تم التوقيع عليه السنة الماضية في شهر نوفمبر، وأن العملية السياسية يتم توسيعها بمشاركة جميع الأطراف. تم الاعتراف على أن هناك فعاليات كثيرة في المجتمع اليمني وفعاليات لم تكن مشاركة في العملية السياسية في السابق. لا. الآن هناك فرصة، وفرصة للجميع من أجل البحث في هذه القضايا ونبذ العنف أولا والنقاش الخيارات. طيب. التي ممكن أن تحل مشاكل اليمن. نعم سيد جمال بن عمر، البعض قد يختلف مع رؤية أن المرحلة الأولى أو البنود الأخرى قبل الحوار الوطني قد أتمت بنجاح، على اعتبار أن من أبرز هذه البنود مثلا كان إعادة الهيكلة للجيش والشرطة اليمنيين، والبعض يرى أن هناك من يزال يتنفذ في المراتب العليا ممن هو محسوب على علي عبد الله صالح، ربما حتى من أبنائه. ويعني أثيرت قضية الحرس الوطني والحرس الجمهوري والقوة الجديدة، بالتأكيد أنت أدرى بها مني. على أي أساس أنت توقفت وقلت هذه المرحلة انتهت، سنتحول أو سننتقل إلى مرحلة الحوار الوطني الآن؟ أولا فيما يخص موضوع إعادة هيكلة الجيش، الاتفاق نقل السلطة هو واضح، كان الاتفاق على تشكيل لجنة للشؤون العسكرية تقوم بعدد من المهمات المتعلقة بإخلاء المدن من المسلحين وفتح الطرقات التي كانت مغلوقة إلى آخره. لكن هناك مهمة أخرى، مهمة تتطلب وقت، مشروع طويل المدى، هو مشروع ما سمته آلية نقل السلطة، إعادة تكامل القوات المسلحة وتوحيد القوات المسلحة تحت قيادة مهنية وطنية تعمل في إطار سيادة القانون. بدأ العمل في هذا الاتجاه، بدأ العمل بعدد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس فيما يخص تعيينات عسكرية جديدة، وكذلك هناك تفكير في هيكلة جديدة، وهذا العمل سيستمر خلال المرحلة الانتقالية كلها. طيب بالنظر إلى الخطوة القادمة التي تفضلت أنت بزيارة اليمن للبدء في الإعداد لها، ما هي المعوقات بشكل مباشر لهذا الحوار الوطني في اليمن بين كافة الأطراف، والذي ربما جعلكم تجملون في خطابكم اليوم للصحفيين أنه دون استثناء أي أحد؟ على أي حال، هناك أولا لهذا الإيجابي، وأنك هناك إجماع في اليمن، إجماع لأن المشاكل اليمن لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الحوار، والحوار المباشر ما بين جميع الأطراف، وأن لا يقصى أي طرف. هذا هناك إجماع الآن ثابت، وكان هذا هو الأساس الذي تم عليه اتفاق نقل السلطة. ثانيا، هناك إقبال شديد من طرف الشباب، من طرف المجتمع المدني، من طرف جهات مختلفة على المساهمة في الإعداد الجيد للمؤتمر، وتم تشكيل لجنة للإعداد تسمى اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفي هذه اللجنة تمثل جميع التيارات السياسية بما فيها الحوثيين، بما فيها الشباب، بما فيها المجموعات النسائية، بالإضافة إلى ممثلين على فعاليات أخرى. وتقدمت هذه اللجنة في أعمالها، ونحن نتمنى أن تقدم اللجنة تقريرها في أقرب وقت ممكن لرئيس الجمهورية حتى يبدأ العمل الجاد من
من أجل تهيئ المجموعات المشاركة في المؤتمر. طيب سيد جمال بن عمر دعني أتحول إلى ضيوفي هنا بالاستوديو بالترحيب وبالتأكيد بالسؤال الأساس، لماذا ليس هناك موقف موحد؟ وسؤالي سأبدأ به من ضيفي دكتور محمد جميح، لماذا ليس هناك موقف موحد من حضور مؤتمر الحوار، كما ليس هناك موقف موحد من أعقد قضايا اليمن الباقية الآن، قضية الجنوب، الانفصال أو عدم الانفصال؟ وبالطبع يعني المواقف مختلفة يعني لمختلف الأطراف في البلاد، لكن يكاد يكون هناك يعني لا نقول إجماع، إنما هناك نسبة كبيرة من الأطراف السياسية أو الأطراف التي شاركت في حروب الماضي، من هذه الأطراف نسبة كبيرة وافقت الآن على المشاركة في الحوار ودخلت في لجان الحوار، سواء في اللجنة الفنية للحوار أو في لجان أخرى فرعية. اليمنيون كما ذكر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومثله في اليمن بشكل عام مجمعون على أن حل مشاكلهم لا يكون إلا بالحوار، وبالتالي من حيث المبدأ الناس مجمعون على ضرورة هذا الحوار. هذا هو سؤالي، ليس هناك مبدأ في قضية انفصال الجنوب من عدمه، لأن الأصوات من داخل الجنوب بها انقسام، البعض يرى أنه ينبغي الانفصال، يعني هذه نقطة محورية، كيف يمكن المشاركة في حوار وطني وليس هناك مطلب موحد للجنوب؟ هذه نقطة ترجع للإخوة في الحراك الجنوبي لتوحيد مواقفهم إزاء قضية الحوار، لكن النقطة المهمة التي ركزت عليها أدبيات الحوار في اليمن هو أنك كطرف سياسي تدخل الحوار بدون سقف، وبالتالي يمكن للإخوان في الحراك الجنوبي أن يأتوا بما يشاءون من مطالب، بما لديهم من مشاكل، وتوضع حتى قضية فك الارتباط التي ينادون بها، توضع أو تنادي بها حتى نكون دقيقين، تنادي بها بعض أطراف الحراك الجنوبي، يمكن أن توضع هذه القضية على طاولة الحوار. ليس هناك سقف يحدد ما هي الثوابت التي ينبغي أن لا تناقش في إطار الحوار الوطني، كما أنه لا ينبغي أن يكون هناك شروط الحوار الوطني، بمعنى أن لا يأتي صاحب مبدأ فك الارتباط يشترط لحضوره موافقة الحوار أو المشاركين في الحوار على أساس تفاوض دولتين لفك الارتباط، إنما بإمكانه أن يضع مبدأ أو قضيته أو قضية فك الارتباط يضعها على الطاولة يناقشها مع الموجودين، وقضية الجنوب هي القضية الكبرى التي في تصوري طيب. إذا نجح المتحاورون في الحوار عليها وفي حلها هي المدخل الأساس لحلول بقية القضايا المطروحة على طاولة الحوار. سيد صالح الجبواني، هل يمكن أن يستقيم الحوار على هذا المبدأ من جانب سواء الحراك الجنوبي أو قوى الجنوب المختلفة؟ نعم، هو الحراك الجنوبي والجنوبيين بشكل عام ليسوا ضد مبدأ الحوار، ونحن مع حل مشاكل كل المشاكل بالحوار، لكن لابد أن نتفق أول قبل أي شيء على آلية الحوار وعلى أطراف الحوار. مثلا نحن نطرح الجنوبيين بشكل عام أنه الحوار يكون بين طرفين، الطرف الجنوبي شعب الجنوب ومن يمثل الطرف، والدولة القائمة في صنعاء طرف آخر. هي نقطة خلافية في من يمثل هذا، يعني من يمثل هذا الطرف، لأنه إذا يعني مثلت جهة من الحراك الجنوبي مثلا أو من الجنوبيين يعني الجنوب في الحوار وقالت إن الجنوب يريد أن يستفتي على انفصال، وأتت جهة أخرى وقالت إن الجنوب يريد أن يبقى تحت مظلة اليمن، هذا خلاف مبدئي. الحراك الجنوبي هو ممثل للحركة السياسية الجنوبية في الوقت الراهن، والجنوبيين مجمعين على هذا الأمر، والحراك الجنوبي هو موحد في طرحه باتجاه الحوار، لا يوجد هناك أي خلاف. هناك تباينات بسيطة في الأداء النضالي الميداني، وهذا شيء، والرؤية رؤية الحراك تجاه حل القضية والدخول في الحوار هذه الناس مجمعين عليها. نحن متفقين على الحوار كمبدأ، مش معارضين له، لكن الحوار يتم بين الجنوب كشعب له قضية وله مطالب، و الجنوبيين يختاروا مثلهم لهذا الحوار مع الدولة الحاكمة في صنعاء، الدولة اللي تدير الجيوش وتصرف عليها، هذه الجيوش التي يعني تحتل المحافظات الجنوبية. في حال استقام هذا الحوار، ما الذي تريدون للسيد جمال بن عمر أن يكون فيه وسيطا، في أي نقطة؟ للأسف السيد جمال بن عمر حوصر بالمبادرة الخليجية، وحوصر ببعض القرارات التي أملتها بعض القوى الدولية لاعتبارات مختلفة، وهذا الأمر لن يستقيم أبدا إذا لم يعطى للجنوبيين الفرصة للتحاور كطرف أساسي. نحن كنا طرف أساسي في الوحدة، لابد أن نكون طرف أساسي اليوم في الحوار.
غير هذا سيكون الحوار. طيب هذه نقطة واضحة. نعم سيد جمال بن عمر، كيف يعني أريد تعليق على هذه النقطة تحديدا، كيف تنظرون في هذه المرحلة للحراك الجنوبي ولقوى الجنوب السياسية المختلفة، سيما في قضية في القضية الأساسية للجنوب، قضية الانفصال من عدمه؟ وأولا أريد أن أؤكد أنه هناك الآن إجماع في الطبقة السياسية في اليمن على أنه حان الوقت لحل القضية الجنوبية. كذلك هناك اعتراف على أنه قد حصلت مظالم في السابق، كان هناك قمع واضطهاد وسرقة أراضي وتسريح للعدد من الموظفين الذين ظلموا، وكذلك جنود وضباط من الجيش اللي تم تسريحهم. هناك اتفاق الآن عند الجميع، اعتراف عند الجميع أن هناك كانت هناك مظالم، والقضية الجنوبية يجب أن تحل بشكل سلمي أولا عن طريق الحوار، وكذلك بشكل عادل. هذا عليه إجماع الآن. طيب. لكن الآن أصبح النقاش هو على الآلية، بأي طريقة يتم تنظيم هذا الحوار والخروج بخلاصات ملزمة للجميع. وكيف تعلقون على نقطة التعامل مع الجنوب كطرف في الحوار، طرف رئيس وله مطالب ينبغي أن تناقش بالكيفية التي يراها هو ملائمة له، ألا تفرض عليه بنود تتعلق بالمبادرة الخليجية قد تنتقص من هذا الحق؟ بالنسبة للمبادرة الخليجية يجب أن نوضح أولا أنه في الصيغة الأولى التي تم الاتفاق عليها التوقيع عليها ما بين طرفين في شهر مايو لم تكن هناك أي إشارة للقضية الجنوبية. لكن بالنسبة لما يسمى باتفاق نقل السلطة وهو الآلية وما يسمى كذلك بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، كان هناك في هذا الإطار كان نقاش طويل ما بين الأطراف حول القضية الجنوبية، وكان هناك اتفاق، كان هناك اتفاق أولا أن تكون القضية الجنوبية بين أهم القضايا التي يتم الحوار عليها. كان هناك اتفاق على أن لا يمكن للعملية نقل السلطة والعملية الانتقالية أن تنجح إلا إذا كان هناك تقدم في حل عادل للقضية الجنوبية. نعم. ولهذا أصبحت القضية الجنوبية في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني. طيب. وفي هذا إطار كذلك تم الاتفاق على أن يكون هناك مرحلة إعداد بمشاركة الجميع، وفي لجنة الإعداد والتحضير هناك أصوات تعبر على مواقف الحراك، لا تدعي أنها تمثل الحراك بل تعبر على مواقف اللي سمعتها مباشرة من أطراف في الحراك. والآن هناك نقاش حول التفاصيل، حول ضوابط المؤتمر، بأي طريقة يتم تنظيمه، بأي نسب تشارك هذه المجموعات المختلفة، هل سيتم النقاش القضية الجنوبية في إطار طيب. عام نعم. في جمع عام أو سيكون هناك فريق عمل متخصص نعم. بأي نسبة تكون فيه المشاركة، هذا النقاش مفتوح وفيه تقدم وفي أفكار جديدة نعم. أكيد سيكون هناك توافق. سيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن في صنعاء، شكرا جزيلا لك. ولضيوفي هنا دكتور محمد جميح الكاتب الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، وكذلك لسيد صالح الجبواني رئيس تحرير موقع أجراس أونلاين، شكرا جزيلا لكما. شكرا. إلى